بمناسبة احتفالات عيد الأم كرمت جمعية مصر المحروسة عدد كبير من أمهات الوسط الفني تكريما لأدوار الأم اللي قدموها خلال مشوارهم الفني. الفنانة ليلى عز العرب كانت أحد الأمهات التي كرمتهن جمعية مصر المحروسة، وبالرغم من سعادتها بتكريمها إلا أنها ترى أنه هناك من هم أولى بهذا التكريم. كل هذه المناسبات أنا بيهمني أن الناس تانية بتتكرم، إحنا ربنا حطينا تحت الأضواء فنلقي الأضواء على الناس اللي هم أهم مننا بكتير واللي بنفتكرهم في المناسبات بس. وفي عيد الأم، من هي الأم المثالية في رأي ليلى عز العرب؟ أم شهيد، لأن ده التضحية بأغلى ما تملك. دور الأم من أكثر الأدوار التي تقوم بها ليلى عز العرب، فكيف تقوم بهذا الدور؟ أنا مش شخصيتية، بس يعني أنا بقرا الورق بلاقي الشخصية نطت لي، ما بعيش معاها، هي بتبقى فيها أنا أم، فهتبقى جزء مني في حتة ضروري. ايه يا ماما، هتعملي ايه؟ ايه في ايه يا حبيبي؟ هتعملي ايه دلوقتي انتي؟ هو انا حكلك حبوسك؟ وعن تجربتها في فيلم بشتري راجل. بشتري راجل تجربة رائعة، فيلم مختلف، كل حاجة فيه كانت مختلفة، فأسعدني العمل في الفيلم ده. كما ترى أن معايير نجاح فيلم بشتري راجل لا تقاس بالإيرادات فقط. يكفي أحسن من الإيرادات إن ما في حد دخل الفيلم إلا قال لكل الناس خشوا، ده فيلم مختلف، ده فيلم جميل، ده فيلم تستمتع وانت بتشوفه. إصابة بسيطة تعرضت لها الفنانة ليلى عز العرب. إذا حلقت في البيت very simple، اتكسر والدكتور قال لي جبس 4 أسابيع على الأقل. تم أيضا تكريم الإعلامية دعاء عامر، وذلك عن دورها الاجتماعي والتوعوي. بمناسبة بقى الاحتفالات بالأم، طبعا أحب أقول إن الأم العربية هي التضحية، وطبعا الأم المصرية هي التضحية، ودي حاجة كل ست تفتخر بيها. الفنانة سميرة عبد العزيز واحدة من أشهر من قاموا بدور الأم بالسينما والدراما المصرية، وتم تكريمها على عطائها طوال مشوارها الفني. تكريمي ده سعادة ليا، يعني إن دل على شيء إنما يدل على إن مشواري كان صح.